أهلا بحضراتكم. لقد انفض جمع الناس يوم الزينة، وكان يوم مشهود في مصر، وخذل فرعون وقومه، وهزموا هزيمة منكرة، وأضحوا بعد ذلك أذلاء بلا قيمة، كما قال الله تعالى: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. من كتر ما كان النصر لسيدنا موسى مدوي، وخلى الميدان من الأفاعي اللي ابتلعتها عصا نبي الله موسى عليه السلام، اللي تحولت إلى حية عظيمة تسعى لم يروا مثل هذه الحية من قبل. وفي نفس الوقت ساد الهرج والمرج والفزع والرعب، وتدافع الناس بشدة كنهر يسيل من واد عميق يجري في كل شيء أمامه، لأنه كانت حشود الناس كتيرة جدا، وكانت حشود متلاطمة بعد ما شافوا كمان شكل العصا موسى لما تحولت إلى هذا الثعبان الضخم اللي كان ممكن يبتلع المدينة بمن فيها. فكانت حشود كبيرة متلاطمة، وجنود فرعون يحاولون إيقاف الفوضى وضبط الناس، لكن الحقيقة لم يتمكنوا، فقد كانت فوضى عنيفة عارمة. وسط هذا أو هذه الأصوات الكتيرة المتداخلة والاضطراب العنيف اللي ساد ساحة الميدان، في هذه الصورة اللي كلها ارتعاب وارتياع شديد يعني، وفي وسط ذلك كان هناك الصحراء لا يزالون ساجدين في ساحة المبارزة لله تعالى رب العالمين، أذعنوا وآمنوا بالحق. وذكرنا في الحلقة الماضية إنهم لما سجدوا ربنا سبحانه وتعالى أراهم منازلهم في الجنة، ووريها لهم، وأراهم كذلك إن منازلهم في الجنة مهيئة لهم مزخرفة لقدومهم، شافوها قبل ما ينكل بيهم فرعون. أيوة، عشان كده هم لم يلتفتوا إلى تهديد فرعون ولا إلى وعيد فرعون، لأنه خلاص هم بعد قليل حيبقوا شهداء. فأراهم الله منازلهم في الجنة، وكان المشهد عجيب جدا، لأن السحرة ظلوا ساجدين أمام أنظار فرعون والملأ، حاشية فرعون وبجانب سيدنا وبجانبهم بجانب السحرة يقف سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام، وجن جنون فرعون بقى وصاحب السحرة. شوف القلب لما ينكر النور، لما العقل يسدل ستار وحجاب فيمنع نفسه انه يفهم ويعرف، يبقى عنده إصرار على الكذب والتكذيب والكبر والعناد. وصدق ربنا لما قال في سورة الحج: وكذب موسى. انت بعد الحية دي الضخمة دي اللي التقفت كل العصي والعصي او العصي والحبال في الميدان، بعد هذه الآية البينة الواضحة ما زلت تكذب؟ أيوة، كذب فرعون وصاحب السحرة. قال: آمنتم له قبل أن أذن لكم. طبعا هو بيقول لهم كده ومعلي صوته وغاضب، واوا ليه؟ لأنه خشي فرعون من تأثر الناس بمشهد سجود السحر. هو جاي بالسحر عشان يهزم بيهم موسى، فإذا بالسحرة يسجدون لله رب العالمين، وإذا بالسحرة ينصرفون إلى تصديق ما جاء به موسى عليه السلام وما أرسل به موسى عليه السلام من عند ربه. فصرخ فرعون مرة أخرى في السحرة وقال لهم: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني عج بصوت صاخب يتهم بالتآمر، بيتهم بالتآمر ده إنه سيدنا موسى تآمر مع السحر، يعني التآمر ان هم تأمروا معاه على اخراج القبط اللي هم المصريين، يخرجهم من مصر واسكان قوم موسى مكانهم. ودي قلنا مسألة حساسة عند المصريين بطبيعة الحال، فرعون استعملها سلاح قبل كده عشان يستحث القوم ليقفوا معه ضد موسى ورسالة موسى، ويستثيروا المصريين من هذه المسألة الحساسة وهي أرضهم، لأن أرض المصري غالية عليه في كل زمان وفي كل وقت وحين، فبالتالي كانت حتة يعني
استغلها فرعون واستغلها السحرة شوية قبل ما يدخلوا في الإمام، ولكن رجع تاني فرعون يقول لا ده انتوا اتأمرتوا انتوا الاتنين، يعني السحرة اتأمروا مع موسى عشان يخرجوا المصريين من أرضهم ويحتلوها ويدوها لقوم موسى. وكان فرعون كاذب في ادعائه، لأن موسى عليه السلام كان بعيد عن مصر فترة طويلة، يعني كان بقاله قاعد في مدين 10 سنين، وتزوج في مدين، وبعد كده جه بعد 10 سنوات، ولم يدخلها سيدنا موسى قبل يعني قبل أيام من هذا اللقاء اللي دار بينه وبين فرعون، وقبل أيام وليال بسيطة من تلك المبارزة أو هذا الوقت اللي حدته سيدنا موسى عليه السلام للقائه بالسحرة لإثبات الحق ومحق الباطل. هؤلاء السحرة جمعهم كان فرعون من كل أرجاء مصر الشاسعة، وكان موسى يعني لسه جاي، فيعرفهم منين ولا اتفق معهم امتى ولا متى تآمر معهم نبي الله موسى ونبي الله هارون عليهم السلام. يعني هو عاوز بمكره انه يصور ان ايمان السحرة بالله تعالى انه عبارة عن لعبة، انه عبارة عن مؤامرة اشترك بيها موسى مع السحرة للقضاء على فرعون وقومه. قال كده حتى لا يؤمن الآخرون كما أمن السحرة وسجدوا لله رب العالمين. بل أصدر فرعون ساعتها في الحال حكمه البشع على السحرة الذين آمنوا برب العالمين. فماذا قال وماذا قص علينا القرآن الكريم؟ قال الله تعالى حكاية على لسانه إنه قال لهم فرعون بيقول فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كان فرعون عايز ينتقم من السحرة بالحكم القاسي ده، وكمان كان عايز إنه يجعلهم مثلة ونكالا لئلا يقتدي بهم أحد من رعيته وأهل ملته. لكن السحرة أصبحوا الآن أقوى من الخوف نفسه، مش أقوى من بطش فرعون، أقوى من أي خوف يعتريه، لأن امتلأت قلوبهم بالإيمان الصادق والعقيدة الراسخة، إيمان عميق صادق، عقيدة راسخة، لم يعني يتركوا في قلوبهم فس أو لم يترك هذا الإيمان في قلوبهم أي مساحة يدخلها الخوف من فرعون. فقاموا من سجودهم هادئين مطمئنين، وأعلنوا يعني خلعهم لفرعون وكفرهم به، وإنهم لن يختاروه ولن يرضخوا له بعد تهديده لهم، ولن يفضلوه على الهدى والإيمان الذي جاءهم من الله تعالى والذي وفقهم وهداهم الله تعالى إليه على يد نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام. فردوا على فرعون بمنتهى القوة، وقوة فيها منطق عقلي، فيها إنه الإيمان هم فهموا جات لهم هداية لأنهم سابوا نفسهم إنهم يفهموا إنهم يوصلوا للحق، مش جعلوا بينه وبين الحق حجاب، لا ده هم انفتحوا بمسامع قلوبهم ونفوسهم إلى الحق. فردوا على فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. يعني ردوا على تهديده بمنتهى الثبات وبشجاعة نادرة ملأته رعبا وخوفا واضطرابا وفزعا، وقالوا له كما حكى لنا القرآن الكريم لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون. مفيش ضرر علينا خلاص من تهديدك المرعب، تعلقنا بقى في جذوع النخلة، تقطع رجلينا وإيدينا، اعمل اللي انت عايزه، احنا إنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني ما أشد ثقتهم بربهم ويقينهم في نصر الله
وما أهون الدنيا عليهم في اللحظة دي، هانت الدنيا وهانت قدامهم تهديد فرعون، وهانت قدامهم بعد ما كانوا بيقولوا لفرعون يعني انت هيبقى لنا أجر إن كنا نحن الغالبون، يعني هيبقى لنا بقى حظوة وأجر وكده. دلوقتي لا يبالوا لا بتهديد فرعون ولا بما سوف يعطيهم من عطاء ولا بأي شيء، الدنيا كلها هانت بما فيها تهديد فرعون نفسه. وأكدوا الفرعون إنه إذا قتلهم فسيعودون إلى الله شهداء كرامة بررة. أصل الشهيد، الشهيد لا يخاف عليه والشهيد لا يخاف كذلك، ولا نأس في الأحياء لا يأسف على الشهداء، لأن الشهيد قبل ما يغادر الدنيا بيرى مقعده من الجنة وهو ما يزال يلفظ آخر أنفاسه في الدنيا. كم يسقط لنا من الشهداء يوميا، كم يسقط لنا، وكم نرى البسمة تعلو على وجوههم. أتعلمون لماذا يبتسمون؟ يبتسمون مما يرون من نعيم الله تعالى المقيم الذي أعده لهم والذي يشاهدونه في آخر أنفاسهم في الدنيا. وهكذا أرى الله تعالى السحرة منازلهم في الجنة، أراها لهم المولى سبحانه وتعالى يعني نوع من الرحمة بيهم ونوع من اللطف بيهم، تمهيد لأنهم حيقعوا في أبشع قتلة سيتعرضون لها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت فؤادهم، لذلك ما زادهم تهديد فرعون إلا صبرا وثباتا وإقداما وشجاعة ورغبة في الدار، في دار الحق، في الدار الآخرة. بل وأكدوا الفرعون إنهم يرجون من الله تعالى وحده سبحانه وتعالى إنه يغفر له، ويعايزين المغفرة مستشفعين بأنهم أول من بادر إلى الإيمان بموسى من قوم من المصريين، يعني أول من آمن بدعوة سيدنا موسى كانوا من مصر، كانوا في الصحراء، واستشفعوا بذلك عند الله سبحانه وتعالى. فقالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يعني المسارعة دي في الإيمان والتصديق نرجو أن تكون إنها تكون شفيع لنا عند الله، يعني كانوا سابقين بالإيمان واستشفعوا بذلك لغفران ذنوبهم. بل تحدوا فرعون كمان، تحدوا بمنتهى القوة والثبات والجرأة، وقالوا له لما أن هددهم وكرر عليهم التهديد، قالوا له قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، مش هنفضلك، مش نقدمك أو نختارك بعد النور ما جالنا، بعد الهدى ما شفنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فأقسموا بالفاطر الذي فطرهم، بالله تعالى الذي فطر السماوات والأرض، اللي خلق السماوات والأرض أقسموا به، هو ده الرب، هو ده الإله الحقيقي. فأقسموا به إن إحنا لن نفضلك ولن نؤثرك بعد النور والهدى والتوفيق للإيمان، نرجع نختار الضلال تاني. فهزمت السحرة فرعون وقهروه بإيمانهم ورسوخهم، مش أي إيمان، إيمان راسخ، وقهروا بكلامهم الصادق المؤثر، غلبوا أمام الجميع. فما كان من فرعون إلا أن أمر بتنفيذ هذا الحكم القاسي وهذا القتل البشع الذي أجراه بهؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون.